يا صافي، مش واخدة بالك من حاجة؟ ايه؟ ايه ايه المكان فاضي؟ عملت كده علشانك. انا عارف بقى ان انتي بابليك فيجر، مبقاش في يعني ناس تيجي تتصور معاكي وتضايق. بصراحة كنت حابب ان نقعد انا وانتي وبس، دي حاجات كتير اوي عايز اقولها لك. مازن، احنا كل اللي بينا شغل وبس، مش هينفع يبقى في حاجة تانية. امال ليه في الحفلة حسيت احساس تاني؟ معقول؟ يعني احساسنا ده طلع غلط؟ كنت بحاول ابقى لطيفه مش اكتر، مش هينفع تبقى سبونسر البرنامج وما نعرفش نتكلم مع بعض. يعني اللي حصل ما بيننا ده علشان البيزنس وبس، مش كده؟ صح؟ ايوه يا سيدي، انا ست نفعيه وميكافيلي اخر حاجه. وايه؟ ميكافيلي؟ نسبة لميكافيلي؟ نيكولو ميكافيلي مؤلف كتاب الامير؟ لا ما تقوليش ما قريتوش. لا لا انا عارفه ميكافيلي ده، عارفه، بس انا الفتره دي مش متابع، محتاج ان انا ارجع اقرا زي زمان تاني. بص يا صوفي، انا عارف ان انت وان تراك، وعشان كده عايز اقول لك ان انا معجب بيك جدا وانا متشكره جدا على الاعجاب. انت بتقاطعيني ليه دلوقتي؟ مش تستني طب لما اكمل كلامي؟ هو ميكافيلي علمك كده؟ يا مثقفه انت يا بتاعت القرايه. الكلام باين من اوله، استنى لاخره ليه؟ استني. ايه ده يا ماسك؟ تتجوزيني يا صوفي؟ هي مش ندى اختك تعبانه في المستشفى؟ ندى المفروض تمام وهتخرج من المستشفى، بس مال ندى دلوقتي باللي احنا بنقوله ده؟ مش هينفع يا ماسك، مراتك صاحبتي وانا مش هقبل ابقى زوجة تانية.